الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، هذه من بين الآيات التي تتحدث عن صفات الله ليتصور الإنسان ربه فيخشع لعظمة ربه. عالم الغيب والشهادة، الغيب هو كل ما لا يستطيع الحس أن يدركه بشكل مباشر، هو الجانب الخفي من الأشياء التي لا يحيط بها إلا من يعلم خفايا الأشياء، ومن يعلم خفايا الأشياء هو الذي خلق الأشياء، لأن طبيعة خلق الخالق لأي شيء أنه يحيط به في كل خصائصه وفي كل جوانبه. عالم الغيب والشهادة، الشهادة هو عالم الحس، حضور ما يشهده الإنسان، ما يراه، ما يلمسه، ما يذوقه، ما يسمعه، كل شيء يملك الإنسان الوسيلة إلى معرفته فيما أعطاه الله من وسائل المعرفة. فالله يعلم الغيب ويعلم الشهادة، فهو من خلال ذلك يعلم كل شيء، لأن الأشياء بين ما يدركه الحس وما يمكن أن يكون حاضراً في وجود الإنسان وبين ما لا يدركه الحس وما لا يكون حاضراً لديه وما لا تكون وسائله موجودة عنده. فإذن الله عندما يعلم الغيب ويعلم الشهادة فنتيجة ذلك أنه يعلم كل شيء، وهذا ما عبرت عنه آية أخرى: وعنده مفاتح الغيب. الله بيده، هذا على نحو الكناية، كأن الغيب موجود في خزائن، ولهذه الخزائن مفاتيح، وهذه المفاتيح بيد الله، فالله يعلم مفاتيح الغيب، يعني يعلم ما يختزنه الغيب من معلومات من خلال المنطقة الخفية التي تطل على الغيب، ومفاتيح علم ذلك بيد الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هو الذي يحيط بها، فليس للأنبياء ولا للأولياء ولا للعرفاء إحاطة بالغيب إلا ما علمهم الله من ذلك.
فالنبي بذاته لا يعلم الغيب. وقد حدثنا القرآن الكريم قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أتبع إلا ما يوحى إلي. في آية أخرى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني عندما هو يعطي رسله ما يحتاجون من علم الغيب بقدر محدود. ولذلك عيسى عليه السلام عندما تحدث عن الإمكانات التي يملكها من خلال ما أعطاه الله وأنبئكم بما تدخرون في بيوتكم كل كان بإذن الله هكذا. وقد ورد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أخبر ببعض الأشياء الغيبية فقيل له هل هذا علم غيب يا أمير المؤمنين؟ قال لا، ولكنه علم من ذي علم. هذه المسألة يعني علمه رسول الله ورسول الله علمه جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله يحيط بكل الأشياء. عالم الغيب والشهادة الكبير، الكبير في ذاته. أما كل من يطلق عليه الناس الكبير فإنه محدود في حجم هذا الكبر، يأخذ الكبر من مال يجعله كبيرا، من جاه يجعله كبيرا، من نسب يجعله كبيرا، من علم يجعله. أما الله فهو الكبير في ذاته، لم يأخذ الكبر وهو ما يعبر عن ضخامة الموقع من أحد، وإنما هو في ذاته. طبيعة خصائص ذاته هي تجعله كبيرا، فلم يستمد ذلك من غيره. أما الآخرون الكبار هم صغار في ذاتهم وفي طاقتهم، وإنما أعطاهم الله بعض الخصائص فصاروا كبارا بهذه الخصائص أمام الناس الذين لا يكونون كبارا لأنهم لا يملكون. ولذلك الكبر والصغر نسبي، ويقول فلان أكبر من فلان وفلان أصغر من فلان. أما الله فهو الكبير الذي لا يدانيه أحد في هذه الصفة، المتعال الذي هو غاية في العلو والذي ليس هناك شيء أعلى منه. ولذلك نحن ربما نلاحظ أن هذه الكلمات الكبير أو العالي قد نصف بها أناسا ما يملكون بعض الصفات التي تكبر حجمهم في وعي الناس وفي تقدير الناس وتعلي موقعهم في ما هي الدرجات الاجتماعية. لكن علينا أننا عندما نطلق هذه الكلمات على أناس يملكون بعض الخصائص لا بد لنا أن ننتبه إلى حجم هذه الخصائص في حياته، وأن لا نستغرق فيها. لأن مشكلة الإنسان أنه قد يستغرق في عاطفته وفي محبته لشخص بحيث يغلو فيه وينسى الله من خلال ذلك. هذه نقطة أساسية. الآن بعض الناس لما يتكلم
بحيث يتحير أي صفة يوصف فيها هذا الشخص اللي بيحبه، العظيم الكبير. هل هذه كلها قد تؤدي بالإنسان إلى حالة من حالات الوصول في عواطفه إلى أن يجعل أناساً في شعوره تجاههم في مستوى الله؟ قد لا يلتفت الإنسان في هالمجال، لكن عدم الحذر، عدم التركيز، عدم التدقيق تجعلنا لا نفهم حدود العظمة في الأشخاص، ولا نفهم حدود العلو في الأشخاص. لذلك علينا أن نتعلم حجم كل شخص ونقف به عند حجمه. وإذا كان إنسان ما يملك جانباً من جوانب العظمة، فإن ذلك لا يجعلنا نعطيه كل صفات العظمة، إلى جانب واحد مثلاً عظيم في الشعر، واحد عظيم في الفقه، واحد عظيم في الهندسة، واحد عظيم في العضلات. كل إنسان وشخص، أفرض الآن صار أفرض عظيم بالأدب وما نجعله أعلم العلماء، واحد عظيم بالفقه ما نجعله بطل العالم، بحيث نقف عند الأشياء بحدودها هذا، حتى لا يمتد بنا ذلك إلى الغلو في الأشخاص. الله حدثنا عن بعض الناس، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. طبعا هؤلاء الناس لمن يحبون أناس كحبهم لله معناه يؤمنون بالله. الله يقول هؤلاء الناس بحبها الناس مثل ما بحبوا الله، يعني وصلت العاطفة والحالة الشعورية بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص إلى المستوى الذي أصبحوا لا يميزون بين مستوى حبهم لهم وبين مستوى حبهم لله. الآن مثلاً في بعض الحالات بعض الكلمات الطفولية اللي يمكن نسمعها من أطفالنا ونرتاح إلها ونضحك إلها، والواقع لازم إحنا هالكلمات نحاول رأساً بمجرد ما نسمعها نلقطها، نلتقطها، ونحاول أن نوجه أطفالنا منذ طفولتهم. مثل ربما واحد ابنه قديش بتحبني، بيقول له أنا بحبك قد الله، ففي هيك بعض الحالات ويستأنس هذا هالولد ذكي ولطيف وكذا، لا رأساً بدك تقول له لا، الله لا خلقني وخلقك بالطريقة الطفولية، ولازم أنك تفهمه أنه هذا خطأ أن يحبك قد الله. وهكذا بالنسبة إلى كل العظماء، كل العظماء ينبغي للإنسان أن يقف عند حدود ما يملكون من عظمة. لاحظوا في علامات المؤمن هو التوازن في الحب والبغض والقدرة. في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إنما المؤمن الذي إذا رضي، إذا أحب لم يدخله رضاه في إثم ولا في باطل. يعني إذا أحب فإنه لا يزيد في حبه بنحو يأثم فيما يعطيه لمن يحب من صفات لا أساس له، ومن تقدير لا واقع له، ولا في باطل بحيث أنه يعطي هذا الإنسان الذي يحبه كثيراً من صفات الباطل.
إنما المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا في باطل، يعني يعطي من يحب حجمه فيما يستحقه، لا يزيد شيئا على ما يستحقه. وإذا غضب، وفي رواية وإذا سخط، إذا غضب على إنسان لم يخرجه غضبه عن قول الحق، إذا تأذى من شخص لا ينزله عن قدره، لا يخرج عن قول الحق فيما يستحقه عدوه. الآية الكريمة تقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني عندما يكون في خلاف بينكم وبين الناس، عندما يكون هناك نزاع، لا يمنعكم هذا النزاع وهذا الخلاف من أن تقولوا كلمة الحق في خصومكم، قل صحيح فلان عدوي وفلان خصمي، ولكن فلان إنسان طيب، فلان عنده صفات جيدة، فلان كذا فلان كذا، أن تقول ما له وما عليه من الحق. وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن قول الحق. وإذا قدر، إذا صار عنده قدرة وصار عنده قوة وصار عنده موقع متقدم، وإذا قدر لم يتعاطى ما ليس له بحق. مش أنه لما يكون ضعيف يصير مسالم أمين لطيف، بس يصير عنده سلاح، بس يصير عنده جاه، بس يصير عنده سلطة، يصير يأكل من يأخذ من هذا ويأخذ من ذاك، يأخذ ما ليس له بحق. توازن. وهذا المعنى يعيننا أيها الأحبة على أن نتعرف خصائص الأشياء وخصائص الأشخاص. من أفضل الوسائل لتوازن المجتمع ولسلامة المجتمع أن يقف كل إنسان عند حده، وأن لا يفسح المجال لأي إنسان بأن يتجاوز حده، وأن لا نتجاوز حدودنا في الحكم على الأشخاص. وهذا شيء صعب، لكننا عندما نجاهد أنفسنا ونعرف أن الله كلفنا أن نقول الحق، وأن الحق فوق العاطفة، فوق العداوة والصداقة، وفوق الحب والبغض، عند ذلك نستطيع أن نتوازن، وهذا ينعكس إيجاباً على توازن المجتمع. لاحظوا أن المشكلة التي نعانيها في المجتمع أن هناك كثيراً من الأشخاص الذين يرتفعون في السلم الاجتماعي بما لا يستحقونه، لأن الناس ينظرون إليهم بنظرة أكبر من واقعهم، وأن هناك أشخاصاً يعيشون في أسفل السلم الاجتماعي بما لا يستحقونه، لأن الناس تنظر إليهم بأقل من واقعهم. وعلينا أن لا نعطي الإنسان أكثر مما يستحق، ولا نسلب الإنسان ما يستحق. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لذلك إحنا علينا دائماً نوازن، لما نقول العظيم نوصف الله، واحد ثاني قائد أو بطل أو عالم نقول العظيم، لازم نظل هيك في شيء من قبيل العقدة الموجودة في النفس، أنه كلمة العظيم هنا إلها معنى تختلف عن كلمة العظيم هنا، كلمة الكبير هنا تختلف عن كلمة الكبير، كلمة الأعلى كذلك. هذا ولا في الفرق، وسبحان ربي العظيم وفلان العظيم، سبحان ربي الأعلى وفلان الأعلى، الله أكبر وفلان الأكبر، تختلط الأشياء عندنا.
في كثير من الحالات تختلط الأشياء عندنا في الأمور هذا. وأنا في الشيء كنت أنبه عليه سابقا، بس الجو مشى كله معه بهذا الصعب، صار تيار من الأمور التي كنت أنا ألاحظها من الأول. أنه مثلا إحنا بالنسبة إلى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يختلفون عن غيرهم. كلمة الإمام هي من الكلمات التي تقال على كل شخص متقدم في العلم أو في الموقع الاجتماعي، حتى أنها تقال لأئمة الشر، إمام خير وإمام شر، عندنا هكذا إمام حق وإمام باطل. فإمام الجماعة يسمى إمام، واحد فلان إمام في النحو، فلان إمام في العربية، فلان إمام في الفقه، إمام في الأدب، متعارف. لكن مصطلحنا صار كلمة الإمام تقال إمام علي بن أبي طالب، إمام الحسن، أئمة الاثنى عشر، يعني مصطلح خاص. أنا كنت أفضل أنه إحنا ما نستعمل كلمة الإمام لأي عالم متقدم. يعني عندنا مثلا كان الإمام شرف الدين مثلا، مسجد موسى مدعى الإمام موسى الصدر، طبعا الإمام الخميني، وهكذا صارت الإمام الخوئي، وهكذا. لأنه هذه عندما تمشي بالمصطلح يصير الجيل الجديد ينشأ ما يميز، يعني يصير كأنه الإمام علي مثلا، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام الخميني، الإمام بشرف الدين، الإمام، وهكذا تصير تمشي بعد تختلط الأمور. هذا مصطلح، ما بنقول خطأ لما نطلق كلمة إمام على عالم كبير أو على مرجع، حتى في غير الفقه، حتى في اللغة، فلان إمام في اللغة يقال مثلا، ما تختلط. لكنه لما تنطلق في هذا الجانب قد تختلط الأشياء في الذهنية العامة وفي التربية العامة في هالمجال هذا. لذلك مثلا احنا عندنا مصطلح المرجع نائب الإمام، بس كان متعارف نائب الإمام، لأنه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه في زمن غيبته له نواب مثلا هذا. ولذا فأما الحوادث الواقعة يروى عن الإمام الحجة أنه قال: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. يعني أنه هو نائب هؤلاء الذين يروون الأحاديث ويتفقهون بها ويستنبطون الأحكام الشرعية، هؤلاء نواب الإمام ينوبون عنه في غيبته، في الفتية وفي القضاء وفي الولاية عندما نقول بالولاية وما إلى ذلك. هذا كلمة نائب الإمام هي أقرب للخط، يعني الخط المصطلح الشيعي اثني عشري من كلمة الإمام، حتى ما تختلط الأمور. لكن الأجواء العامة مشت في هذا الاتجاه. أنا لا أقول كما قلنا أؤكد، لا أقول إن الإطلاق غلط، ولكن أقول إنه ربما يوجد هناك ارتباكا في الذهنية في التفرقة بين الإمام الأصل وبين الذي هو إمام في فقه أو إمام كذا أو ما إلى ذلك. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. وعلى الأساس إذا كان الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال المهيمن على الأمر كله، فإذا أنتم أمامه سواء، سواء أسروا قولكم أو اجهروا به، في آية أخرى أنه عليم بذات الصدور. ما يفرق الحال بين من أسر القول تحدث بطريقة سرية وبين من يتحدث بطريقة علنية، لأن الفرق بين السر وبين الجهر، يعني بين الحديث الخفي حديث الهمس وبين الجهر، أننا نسمع كلمة الجهر ولا نسمع كلمة السر، من جهة أن الوسائل اللي نستطيع أن نلتقط فيها الصوت وسائل محدودة. الأذن مثلا ما تستطيع أن تلتقط الصوت الهامس، ولكنها تستطيع أن تلتقط الصوت الجهري.
أما بالنسبة إلى الله فيستوي، لأنه ليس، لأن سماعه للأصوات لا يحتاج إلى وسائل، يسمع من فوق عرشه ما تحت سبع أراضين ويسمع وساوس الصدور. فإذن لأنه الله ما يحتاج إلى وسائل، أنا لما أرد أسمع أسمع بواسطة أذني، إذا عندي ضعف في السمع أجيب مثلا مكبرة للصوت، بس الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء من دون أي وسيلة. لذلك ما في فرق، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، الإسرار والإجهار إنما يختلف حالهما بالنسبة إلى من يحتاج في سماعه للأصوات إلى وسائل تختلف قدرتها على سماع الصوت الخفي أو صوت الجهر. أما الله، ومن هو مستخف بالليل أيضا، الله سبحانه وتعالى لا يفرق عند الإنسان الذي يلفه الظلام ولا يستطيع أحد أن يبصره من جهة شدة الظلام، وسارب بالنهار، الإنسان المكشوف اللي ماشي ذاهب سارب، يعني ذاهب في سربه في طريقه في دربه بالنهار، ما يفرق الحال. لأنه ليش؟ إحنا إنما يفترق عندنا الإنسان الذي يمشي في الظلام ويلفه الظلام ويحجبه الظلام، وبين الإنسان الذي مكشوف للضوء، باعتبار أن العين ما تستطيع أن تلتقط شيء بالظلام بينما تستطيع أن تلتقط الشيء من النور. أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يرى الأشياء من دون حاجة إلى وسائل للبصر، لا يحتاج هذا. ولذا يعلم خائنة الأعين، رمشة العين مثلا، هذا يبصر في دعاء أدعية النهارية بشهر رمضان، يقول يبصر من فوق عرشه ما تحت سبع أراضين. فبعد يحتاج أنه إلى أي وسيلة من وسائل الإبصار. لذلك بالنسبة إلى الله تستوي كل الأمور التي لو حصلت لدى الإنسان لما استطاع أن يسمع ولما استطاع أن يبصر، فإن الله يسمع ما لا يستطيع الإنسان أن يسمعه ويبصر ما لا يستطيع الإنسان أن يبصره. سواء منكم من أسر القول، يعني تكلم بطريقة سرية خفية هامسة، ومن جهر به، ومن أظهر جوهر الصوت وأعلنه، ومن هو مستخف بالليل، من يسير في الليل مستخف بظلام الليل الذي يخفيه عن النظر، وسارب بالنهار، من هو ذاهب في النهار تحت ضوء الشمس بحيث يمكن أن يراه أي إنسان. والحمد لله رب العالمين.